في لحظة تحولت خضرة هذا المكان إلى سواد يغطي غابة السلوقية بمدينة طنجة. كارثة بيئية استهدفت الغطاء الغابوي للمدينة بعد اندلاع حريق ما زالت الجهود متواصلة لإخماده منذ 4 أيام، وبشائب على احتوائه في الساعات القريبة رغم صعوبة هذه المهمة. تم تحويط ديال جوج ديال البؤر كبرى، الان باقي بؤره واحده اللي كتشكل الخطر. جميع الفرق المتواجده لا على المستوى الجوي لا على المستوى البري فهما عازمين على انه قبل ان شاء الله من الغروب يتم الاحتواء ديال هذه البؤره الاخيره. تجدر الاشاره بانه المساحه المتضرره لحد الان في هذا الحريق تقدر بحوالي 215 الهكتار، 45% من هذه المساحه فهو مكون من الاعشاب الثانويه. سرعة الرياح كانت عاملا مساعدا على انتشار ألسنة اللهب وسط مخاوف اقترابها من مناطق آهلة بسكان. جنود إخماد الحريق يسابقون الزمن للسيطرة على البؤرة الأخيرة المتبقية من أصل 3 بؤر. صعوبة التضاريس والمسالك الصعبة للمنطقة تعرقل جهود الوقاية المدنية، وتنسيق بري وجوي للسيطرة على الحريق من كل الجهات. هناك 550 عنصر اللي متواجدين هنا في المنطقة كاملة واللي خدامين كما قلت في هذه البؤرة الأخيرة، مكونين طبعا من الوقاية المدنية، القوات المسلحة الملكية، القوات المساعدة، طبعا المياه والغابات، السلطات المحلية، الدرك الملكي، يعني هذو هما الفرقاء على المستوى البري. المستوى الجوي هناك 3 طائرات ديال القوات الملكية الجوية، وكذلك هناك 2 ديال الطائرات ديال الدرك الملكي. هادو هما اللي كيتم التنسيق ما بيناتهم حتى يتم يعني الاحتواء هذا الحريق في اقرب الاجل. ما نقدروش نتنبؤوا بانه يعني جازمين بانه الحريق تمت السيطرة عليه نهائيا، لانه باقره هذيك البؤرة وممكن الحريق ينبعث من جديد. أسباب الحريق ما زالت مجهولة حسب المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، لتتوالد التساؤلات الساكنة حول مصير هذه المنطقة بعد إخماد الحريق.